بس منة طيبة عادل، ولو كنت اتكلمت معاها كانت هتسمعك. انت عارفها؟ لا بس انا يعني من كلامك فهمت كده. كمل عادل. بعد مرنا بقى قابلت ياسمين زهدي. أول مرة أشوف ياسمين لما جت للبنك، كانت جاية تفتح حساب للشركة بتاعتها. كان عندها شركة بتعمل إيفنتات وأفراح. أول مرة أشوف ياسمين لما جت البنك عندي عشان تعمل حساب لشركتها الجديدة، شركة تنظيم إيفنتات وأفراح. ياسمين وقتها كانت ويدنج بلانر لسه بتبدأ مشوارها، وأنا كنت اترقيت بقى ومرتبي زاد. بدأت أشم نفسي شوية، اشتريت عربية، دفعت مقدم شقة في الشيخ زايد، خلصت لها كل الإجراءات اللي كانت جاية تعملها في يوم مع إنها كانت تاخد أسبوع. خطفتني بجمالها وبطريقتها الراقية. ياسمين كانت من نوع البنات اللي ما كنتش احلم اتكلم معاه. جامعة أجنبية، ساكنة في الزمالك، نوع جديد عليا. حاولت أقرب لها بكل الطرق. مش لسه بدري شوية على الورد الأحمر شوكليت؟ يعني مش بدري قوي. عبرت لها عن اللي جوايا بدل المرة مية. لحد ما وافقت. عجبها فيا اعتمادي على نفسي، طموحي، احترامي والتزامي. وزي ما هي كانت غريبة عليا، أنا كمان كنت نوع غريب عنها. يمكن دي أكتر حاجة شدتها ليا. قربنا من بعض وطول الوقت ما كنتش مصدق نفسي، مش مصدق نفسي إني مع البنت دي. بس للأسف بقى الحلو ما يكملش. ياسمين من البنات اللي لما بتحب ما بتديش فرصة للي قدامها إنه يتنفس حتى. لو ما كلمتهاش في اليوم فوق 20 مرة يبقى ما بحبهاش. لو ما كلمتهاش أول ما أفتح عيني يبقى ما بحبهاش. لو ما اتكلمناش كل يوم لحد الفجر برضو يبقى ما بحبهاش. لو ما شفتنيش كل يوم يبقى انا ما بحبهاش. لو نسيت اي ايفنت، عيد، فالنتاين، يبقى برضو ما بحبهاش. لو ما قلتلهاش بحبك 100 مرة في اليوم يبقى ما بحبهاش. كانت عايزة طاقة، طاقة ما اعتقدش انها ولا عندي ولا موجودة عند اي راجل في الدنيا. عايزة واحد صاحي قايم نايم بيحب فيها وتحب فيه وبس. ما قدرتش اتحمل، وهي كمان ما كانتش معجبة بطريقة حب ليها، فافترقنا.